أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة حول نشأة الكون، وأثبتنا في الحلقة السابقة أن القرآن الكريم ذكر هذه النشأة وعبر عنها بالفتق والرتق، وهذا ما يعني يتفق مع النظرية العلمية الحديثة، نظرية الانفجار الأعظم. الآن في هذه الحلقة سوف نناقش مراحل تكون الكون، يعني سوف نتحدث عن المراحل التي مر بها الكون بعد الانفجار الأعظم، وسوف نقسم هذه المراحل إلى مرحلتين. المرحلة الأولى التي تكونت فيها العناصر الخفيفة، وهي مرحلة ما قبل تكوين السماء والأرض، والمرحلة الثانية هي مرحلة بناء السماء والأرض، يعني مرحلة تكوين المجرات وبناء النجوم. في الحقيقة وكما نعلم من نظرية الانفجار الأعظم، فعندما انفجر الكون وبسبب الحرارة الشديدة، فإن المادة المنبعثة من هذا الانفجار كانت في حالة غازية أشبه بالدخان، يعني كانت مادة الكون عبارة عن طاقة وغازات، وكانت مكونة من جسيمات بدائية في ذلك الوقت. والحقيقة أن هذه الحالة الغازية المعتمة والتي سادت الكون بعد الانفجار الأعظم، والتي كما قلت بأنها تشبه الدخان، عبر عنها القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآية القرآنية تماما تتحدث عن المراحل التي مر بها الكون، والتي كما ذكرت مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة الغازية، وهي التي أخبر عنها القرآن بأنها حالة الدخان، أي السماء كانت دخان. المرحلة الثانية مرحلة بناء المجرات، وهي يعني الوحدات أو البنات الأساسية لمادة الكون. هذه اللبنات الأساسية بنيت من الدخان أو من الغاز الناتج من الانفجار الأعظم، وهذا ما يتحدث عنه القرآن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني كانت في هذه الحالة الغازية، فقال لها يعني للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآية تشير إلى المرحلة الثانية تكوين الكون، وهي من الدخان. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الدخان، المرحلة الثانية هي تكوين السماء والأرض من هذا الدخان، والله سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بأنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، كناية عن الله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون. وهكذا نرى أن القرآن الكريم يتحدث بكل وضوح عن هذه المراحل التي مر بها الكون. المرحلة الأولى مرحلة يعني المرحلة الغازية أو مرحلة الدخان، والتي
تكونت فيها العناصر الأولية عنصري الهيدروجين والهيليوم، والمرحلة الثانية هي مرحلة بناء المجرات أي بناء السماوات والأرض. سوف أتحدث الآن عن هذه المراحل بالتفصيل. المرحلة الأولى هي مرحلة تكوين العناصر الخفيفة، وهذه المرحلة يعني استمرت من بداية الانفجار الأعظم حتى 100 الثانية الأولى. في البداية كانت مادة الكون عبارة عن جسيمات أولية، بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، وسوف نرى أن من هذه الجسيمات تمت بناء العناصر. لكن لابد أن نذكر هنا أن حالة التمدد التي السريع التي مر بها الكون بعد الانفجار الأعظم مباشرة، هذا التمدد هو السبب الرئيسي في تكوين العناصر وبالتالي تكوين المجرات فيما بعد. فبعد 100 ثانية انخفضت درجة، كما تقول النظريات العلمية طبعا، بأن حرارة الكون انخفضت إلى 1,000,000,000 درجة. طبعا كانت حرارة الكون قبل ذلك عالية جدا وتقدر ببلايين الدرجات المئوية، ولكن نتيجة التمدد فانخفضت درجة حرارة الكون، وهذا الانخفاض في درجة الحرارة يعني كان ضروريا إلى أن تقترب البروتونات والنيوترونات الأساسية الموجودة في المادة الغازية، وكان ضروريا كما ذكرت لاقترابها من بعضها البعض حتى يحدث تفاعل مهم جدا لتكوين العناصر الأولية وهي الهيليوم والهيدروجين. وفعلا ونتيجة الانخفاض حدث ما يعرف بالاندماج النووي، حيث اتحدت البروتونات والنيوترونات بواسطة هذه القوة التي تربط بينها والتي تعرف بالقوة النووية، وتكون نتيجة لذلك عنصر الهيليوم والهيدروجين. طبعا هذه العملية، عملية تكوين العناصر الأولى الهيليوم والهيدروجين، استمرت لعدة دقائق وأصبحت مادة الكون تشكل وكما تفيد الدراسات تشكل 25% هيليوم و 75% من الهيدروجين. طبعا هذه النسب التي أتحدث عنها هي النسب التي كان بها أو يتكون منها الكون بعد الدقائق الأولى للانفجار الأعظم. وحقيقة أن هذه العناصر والتي تكونت من المادة الغازية أو الدخانية التي كان يمر بها الكون، أقول أن هذه المادة الغازية قد تم تصويرها بواسطة يعني الأقمار الصناعية والتلسكوبات، وهذه الصورة التي نشاهدها الآن تبين البقايا الغازية أو الدخانية للانفجار الأعظم أو الانفجار الكبير والذي ساد الكون كما ذكرت بعد الانفجار الأعظم. إذن هنا نقول أن القرآن الكريم قد سبق الاكتشافات العلمية هذه وأشار بشكل واضح إلى أن السماء كانت في فترة من الفترات تمر بحالة دخانية أو حالة غازية، وهذا ما أثبته العلم الحديث، حيث قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي كانت في حالة دخان. الآن من هذا الدخان ومن هذه الحالة ومن هذه الغازات التي كان يتكون منها الكون بدأت المرحلة الثانية في بناء السماوات والأرض. هذه المرحلة نقصد بها مرحلة تكون النجوم والمجرات. طبعا بعد الانفجار الأعظم
الكون بقي في حالة تمدد، وطبعا لا يزال في حالة تمدد، فانخفض درجة حرارة الكون وأصبحت غير كافية لكي يستمر الاندماج النووي. ولكن وكما يقدر العلماء، فبعد آلاف السنين ونتيجة انخفاض في درجة حرارة الكون أصبحت مادة الكون متكاثفة، وحدث تقلص في بعض أجزاء هذا الغاز، ونتيجة لهذا التقلص والانكماش بفعل الجاذبية أدى ذلك إلى زيادة الضغط، وزيادة الضغط أدت إلى ارتفاع درجة حرارة بعض الأجزاء المكونة للغاز الكوني. وفي هذه الأجزاء التي ارتفعت درجة حرارتها ووصلت إلى حوالي 15 مليار درجة سلسيوسية، وهي الدرجة التي يجب أن تتوفر حتى يبدأ الاندماج النووي، أقول في هذه المرحلة تجدد الاندماج النووي مرة أخرى، ولكن الآن الاندماج حدث بين ذرات الهيدروجين، ولكي تندمج نوويا لتكون الهيليوم. وطبعا نتيجة لهذا الاندماج النووي نتج عنه طاقة وحرارية وضوئية هائلة جدا. في هذه اللحظات وفي هذه المناطق من الغيمة الغازية، وفي هذه المناطق تحديدا التي ظهر أو حدث فيها الاندماج النووي ونتج منها الضوء، تماما بدأت عملية تولد النجوم وتكون المجرات. طبعا هذه الصورة تبين عملية الاندماج النووي وتكون الهيليوم. وفي هذه الحالة نتج عن هذا التفاعل طاقة ضوئية هائلة جدا، وخروج الضوء والحرارة من هذه السحابة الدخامية، أو كما يسميها العلماء بالسديم، هو دليل على ميلاد نجوم جديدة في هذه الغيمة الغازية أو السحابة الدخانية. لكن عملية التولد هذه بالنسبة للنجوم، والتي كما يوضحها الشكل التالي، نرى أن هنالك قوتين تؤثران في تكوين النجوم. هنالك قوة تحاول أن تجذب مادة النجم نحو المركز، وهنالك قوة أخرى والناتجة من الاندماج النووي تحاول أن تشتت النجم، وبالتالي تفقده وجوده. لكن حتى يستمر هذا النجم ببقائه وحياته لابد أن يكون هنالك توازن بين هاتين القوتين. إذن هذه الصورة أيضا توضح عملية الاندماج النووي، والذي حدث في بعض أجزاء من الغيمة الدخانية، وبالتالي لاحظنا كيف أن النجم يتولد ويتكون في هذه الحالة أو في هذه الغيمة الدخانية. وطبعا هكذا تتولد النجوم من هذا الدخان، وهكذا تتكون المجرات المكونة لمادة للسماء. وبالتالي نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن عندما قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كانت في الحالة الدخانية، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وبالتالي فإن هذه الآية القرآنية تعبر على أن السماوات والأرض، أقصد المجرات، بنيت من هذا الدخان. وهناك آية أخرى
تتحدث عن مراحل نشأة الكون، وهي قول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين، وهنا يومين تشير إلى مراحل تكون الكون. والحقيقة أن هذه الآيات القرآنية تتفق مع النظريات العلمية الحديثة حول نشأة النجوم والمجرات وبناء، كذلك آيات أخرى تشير إلى نفس هذا الموضوع، وهي قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مرحلة بناء السماء يعني بناء المجرات وتكوين النجوم. هذه الصورة التي الآن نشاهدها نلاحظ مراحل بناء وتكون الكون. من اليمين نلاحظ السحابة الدخانية، إذا اتجهنا إلى اليسار نلاحظ تكون النجوم في داخل هذه السحابة الدخانية. إذن رأينا في هذه الحلقة بأن الكون بعد الانفجار الأعظم مر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة تكوين العناصر الخفيفة وهي الهيدروجين والهيليوم من السحابة الدخانية، والمرحلة الثانية والتي بدأت بعد آلاف السنين من المرحلة الأولى، تمت بناء عملية تولد النجوم من هذه الغيمة الغازية أو من هذه الغيوم أو التي يطلق عليها العلماء بالسديم، تم تولد النجوم وبناء المجرات. وهاتين المرحلتين كما ذكرنا ذكرها القرآن الكريم، وبالتالي نرى أن هنالك اتفاق بين النظريات العلمية حول تطور الكون وبين ما ذكره القرآن الكريم. ولا شك فأن عملية تكون وتولد النجوم لا تزال مستمرة، لا تزال النجوم تتولد ولا تزال المجرات تتكون، ولكن السؤال المهم جدا، هل هذه النجوم تموت؟ هل لها دورة حياة كما للإنسان دورة حياة؟ في الحقيقة أن النجوم تمر بمرحلة احتطار عندما ينفذ وقودها من الهيدروجين. في هذه المرحلة يتوقف التفاعل النووي، وبالتالي يصبح النجم عرضة فقط لقوة الجذب نحو الداخل، وبالتالي تبدأ مادة النجم بالتهاوي والانهيار نحو المركز بفعل قوة الجذب في هذه الحالة. وهذه مرحلة التهاوي للنجوم عندما يتوقف التفاعل النووي، تشترك بها جميع النجوم سواء كانت النجوم الصغيرة أو المتوسطة أو العملاقة، وربما هذا مصداقا لقوله تعالى والنجم إذا هوى. إذن عندما يتوقف التفاعل النووي نتيجة نفاذ وقود الهيدروجين يحدث هذا التهاوي ويتقلص النجم، وبالتالي يزداد ضغطه في المركز مرة أخرى، وبالتالي يعني الآن في هذه المرحلة تصبح الظروف مؤاتية لتجدد التفاعل النووي مرة جديدة. الآن تجدد التفاعل النووي هذا يعتمد على كتلة النجم المتهاوي، فإذا كانت كتلة هذا النجم يعني 6 كتل شمسية أو أقل من ذلك، فإن هذا الضغط يولد حرارة ويتجدد التفاعل النووي من جديد، ومن هنا يعيش هذا النجم لفترة أخرى نتيجة تجدد التفاعل النووي وتجدد إنتاجه للحرارة والضوء. وفي هذه الحالة يتحول هذا النجم إلى عملاق أحمر،
ثم أصفر، وبعد ذلك مرة أخرى يستهلك الوقود النووي ويتوقف النشاط النووي، وفي هذه الحالة يتحول النجم إلى قزم أبيض ينكمش على نفسه، وبالتالي يزداد ضغطه. ولكن في هذه الحالة فإن عامل الضغط سوف لن يولد تفاعلا نوويا جديدا، وفي هذه الحالة نقول فعلا أن النجم قد مات بهذا المفهوم الفيزيائي، لأنه لن يستطيع أن ينتج مرة أخرى حرارة وضوء. وكما ذكرت فإن الوقد حرارته ثم يتحول إلى قزم أسود. أما بالنسبة للنجوم التي تزيد كتلتها عن 6 كتل شمسية، فهذه النجوم عندما يتوقف فيها التفاعل النووي نتيجة نفاذ الهيدروجين، فتبدأ هذه النجوم بالتهاوي نحو مركزها، ونتيجة لكتلتها العالية فيحدث انسحاق شديد في مادتها، حتى أن الإلكترونات الذرات المكونة لها تتداخل مع البروتونات، ويحدث اندماجا بين البروتون والإلكترون، وبالتالي تتحول مادة هذا الكون هذا النجم إلى النيوترونات، ويتكون النجم النيوتروني نتيجة هذا التهاوي. ونتيجة الانضغاط الكبير الناتج عن هذا الانكماش في مادة هذا النجم يحدث انفجار عظيم له، وعندما ينفجر هذا النجم النيوتروني تتلاشى أشلاؤه في الفضاء المحيط به، وهذا ما تبينه الصورة التالية. ونلاحظ في هذه الصورة كيف انفجر هذا النجم النيوتروني. بعد انفجار النجم النيوتروني ممكن أن يبقى في حالة مستقرة، أي نجما نيوترونيا، ولكنه غير منتج للحرارة والضوء، أي لا يوجد به تفاعلات نووية. وطبعا بهذا المعنى الفيزيائي فإن النجم النيوتروني قد وصل إلى نهايته. لكن إذا كانت كتلة النجم النيوتروني أكبر من 10 كتل شمسية، فإن هذا النجم النيوتروني وبسبب كتلته الهائلة فإنه ينجذب، يتعرض لقوة جاذبية هائلة جدا، هذه القوة تؤدي إلى انكماش هذا النجم وانضغاطه بشكل كبير، بحيث أن الفراغات الموجودة بين ذراته وجزيئاته تتلاشى، وهنا نصل إلى مرحلة هائلة من الجاذبية التي يمتلكها هذا النجم. وفي هذه الحالة نقول أن هذا النجم النيوتروني تحول إلى ثقب أسود، وطبعا هذا الثقب الأسود يتميز بأن له جاذبية عالية جدا، حتى أنه يستطيع أن يجذب كل الأجسام التي تقع في مجال جاذبيته، ويستطيع أن يجذب الضوء إليه، وبالتالي فإن الضوء الذي ينجذب إليه لن يفلت من هذا النجم. ولهذا السبب فهو لا يصدر هذا النجم ضوءا، وبالتالي سوف لا يكون مرئيا في الفضاء، ومن هنا سمي هذا النجم بالثقب الأسود. وسوف نتحدث عن الثقوب السوداء في حلقات مقبلة، لأننا سوف نرى أن هذه الثقوب السوداء، هذا النوع من النجوم الميتة بالمفهوم الفيزيائي، قد تحدث عنها القرآن، وسوف نتحدث عن أهمية ودور هذه الثقوب السوداء في نهاية الكون، في نهاية الكون وفناء الكون. في نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.